كنا اتفقنا ان السكوينت ده يا عباره يا ثرو وين كروزون يا ليتن في ايه اليمن خدنا الابراج ننظر على عواطف وخدنا الليتن دي رغبه وتندنسي لكن بالاضافه لان الخطوطه عبرت على المنهج هل عندك شك ان ده حاول ثرو حقيقي مانيفست ظاهر لجبلك فحاول حاول خلاص اهو صح قد يكون سبب المانيفست ده باراليتيك يعني ايه يعني باراليتيك سكويت هو عبارة عن true manifestation true manifestation due to paralysis of one or more extra-ocular muscle عضلة أو أكثر فمثلا العيان اللي في الصورة ده اتشلت له العضلة دي ميديال ريكتس عشان كده العين راحت فين؟ العين راحت بره صح ولا غلط؟ هو دلوقتي لما تتشل عضلة يا صغير بص كده لما تتشل عضلة تتشد العين ناحية العضلة الثانية لما تتشل عضلة تتشد العين ناحية العضلة السليمة لا بأس مفيش أي مشكلة في جملة في الديفينيشن هنأجلها اللي هي الجملة الثانية كده شوية اللي هي the angle of deviation أو the deviation differ in different direction of gaze هنأجلها شوية إيه اللي سبب الكلام ده يا عمي الحاج بص يا عم في نيوكليوس بيطلع منها نير الكلام ده بيروح لمصر فين يقولوا مصر ولا شطر اما نيوكليوس اما الليجن في النير اما الليجن في المصر اما الليجن في نيورو مصر ولا شطر يعني الليجن في نيوكليوس يا في النير نفسه يا في المصر يا في نيورو مصر ولا شطر تحت عنوان يا ابو نعيم لور موتور نيورون ليجن ده لور موتور نيورون ليجن يا احمد بقى يا احمد عبد السلام طب لو ابر موتور نيورون ليجن يعني ايه ابر موتور نيورون ليجن يعني التحكم اللي جاي من البرين ابر موتور نيورون الابر موتور نيورون ما يعملش باراليتيك سكويت ليه؟ اكيد عشان دي اول حاجه تقف معايا لان الابر موتور نيورون بيكونترول جيز تاني كده لان الابر موتور نيرون بيكونترول جيز يعني ايه يا محمود يعني الابر موتور نيرون هو اللي يخليه او يتحكم في انه يخليه تبص يمين او تبص شمال طيب لو تشال الابر موتور نيرون عينيك كده مظبوط ولا لا مظبوط بس عارف تبص يمين مثلا لا عارف تبص شمال لا يعتبر سكويت ده الابر سكويت لا الابر موتور نيرون ليجن ابر موتور نيرون التحكم اللي جاي من المخ من فوق ما يعملش سكويت انه يعمل ببساطه جيز باراليسيس جيز كلمه جيز يعني اتجاه النظر او التقرير هو يشيل جيز لكن العين مظبوطه ولا لا مظبوط يبقى ما يعملش باراليتيك سكويت لكن يعمل جيز بولز لكن اللي هيعمل يا دكتوره ساره هو لور موتور نيرون ايه؟ ليش؟ ابتداء منين؟ مش انتوا عارفين ان في عصب مثلا اسمه الثالث؟ ابتداء من النيوكليوس الثالث ثم النيرف ثم المصل نيورو مسكولار جنكشن. نبدا بالنيوكليوس عيش حياه والجينيتال دروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ديجنريت ماسكولار قولي اي حاجه جنبك يعني نيوكليوس والجينيتال ابليزيا تروما انفلاميشن في المخ مثلا انكفالايتس ومنجايتس طيب تيومر برين ستيم تيومر ايه دي جنريتيف دي في مرض اسمه ديسيمينيتد سكليروز كان بيعمل ايه ده يا بيتر ديسيمينيتد سكليروز ويفقد الاعصاب والمايلين شيز بتاعه مرض اوتوميون فاسكولار فاسكولار ازاي ثرومبوزس ولا امبوليز ادي النيوكليوس طب النيرف عادي بقى وبتاع عيش كونجينيت روماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ديجنريتيف فاسكولار يعني كما سبق طيب بس هنا كونجنتال ابليزيا تروماتيك فراكشر بين انفلاميشن هنا مشهور جدا يا احمد يا واد اشهر مرض في العالم بيعمل تلف في الاعصاب اسمه ايه؟ دايابيتس وكان في فيروس ابن الذين بيموت في الاعصاب وبيعشقها هرب الزوستر بعد لا يوم مكتوبين يعني ثم ديجنريتيف ديجنريتيف سكليروزيس وفاسكولار المصل واليورو ماسكولار جنكشن برضه كما سبق بس هنا في حاجتين جداد في مرض اسمه مايازينيا جريفز بيأثر على ايه ده يا ايمن؟ على المصل ولا اليورو ماسكولار جنكشن؟ على اليورو ماسكولار جنكشن
في حاجة اسمها سيروتوكسيكوزيس هندرسها إن شاء الله بعد كده، بتأثر على العضلات وتعمل حول. صعب تعديل الأسباب دي، كل ده لور موتور يا أحمد ولا أبر موتور نيرون نيجن؟ لور موتور نيرون إن شاء الله. كل دي مقدمة سهلة كده، تحس إن إحنا خرجنا بره فصل السويند يعني، بره مجرد التركيز والتفكير والكلام ده. في حتة كده اسمها كومباينيشن أوف ماسل باراليسيس. كومباينيشن أوف ماسل باراليسيس. دلوقتي في شيء ما اسمه الأورج. في شيء ما اسمه الأورج. الأورج ده عامل هرم بالشكل ده. والأورب ده له ايبكس جوه صح كده؟ من خلال الايبكس دي في خرم اسمه سوبيريور اوربيتال فيشر، وخرم تاني اسمه اوبتيك فورامين. اوبتيك فورامين المفروض طبعا الأورب ده موصل على المخ جوه صح كده؟ من خلال السوبيريور اوربيتال فيشر بيعدي العصب الثالث والرابع والاوفسالمك بتاع الخامس والسادس 3 4 5 6. ومن خلال اوبتيك فورامين من اسمها بيعدي الاوبتيك نيرف العصب البصري. حاجة اسمها العصب البصري يا ابني صح اهو. طيب في عندي حاجه اسمها سوبيريور اوربيتال فيشر سندروم. يعني ايه سوبيريور اوربيتال فيشر سندروم؟ يعني ورم او ليجن ضغط على سوبيريور اوربيتال فيشر. قولوا لي يشيل مين؟ يلا قولوا لي يشيل مين؟ 3 4 5 6. الخامس ده الاوكسالمين والفرينجيمنال شايل احساس. الضغطه الاولانيه تعمل اريتيشن وبين، بعد ما يضغط اكتر واكتر واكتر هيعمل ايه؟ كومبليت باراليسيس يعني انستيزيا. فالكتاب كاتب بين انستيزي، بين وراء انستيزي. وفي شيء اسمه اوربيتال ايبكس سندروم. ها يا مهدي يعني اوربيتال ايبكس؟ يعني الورم اللي ضغط على السوبيريور اوربيتال فيشر كبر وضغط كمان على الاوبتيك فورم. يبقى ايه يشيل مين؟ اوربيتال ايبكس. عد من الاول 3 4 5 6 ومعاهم الاوبتيك ايه؟ نيرف يعمل اوبتيك ايه؟ اتروفي. صعبه دي؟ صعبه؟ صعبه؟ طيب هو العين العضلات بتاعتها كلها بره ولا في عضلات جوه العين؟ في عضلات جوه العين؟ لا لا في السيليري ماسل وفي الايرس. العضلات بتاعت السيليري ماسل بتتغذى بارا سمباثيتك من خلال التالي، والسفنكتر بتاعت الايرس بتتغذى بارا سمباثيتك من خلال التالي. فانا عندي نوعين من حاجه اسمها اوفسالموبليجيا. اوفسالموبليجيا يعني شلل العضلات. الاكسترنال اوفسالموبليجيا يعني ايه اكسترنال اوفسالموبليجيا؟ يعني اللي بتاثر مين؟ العضلات اللي بره اللي هي سوبيريور ريكتس وانفيريور ريكتس وسوبيريور ري. في توتال اوفسالموبليجيا. توتال اوفسالموبليجيا يعني اللي بتاثر يا فرابي بره بس ولا بره وجوه؟ ردوا عليا بره. طب استنى، لو العصب الثالث اتشل شلل كامل، الثالث بيغذي كل العضلات اللي بره ما عدا عضلتين، يبقى حصل اكسترنال اوفسالموبليجيا. والثالث بيغذي العضلات اللي جوه. حطهم على بعض كده، يبقى العصب الثالث لما يتشل يعمل اكسترنال بس ولا توتال اوفسالموبليجيا؟ توتال اوفسالموبليجيا. بسم الله الرحمن الرحيم. باراليكس كوين ما بدأناش تسكت. مش عيب الكلام ده عضلات من جنت الكروماتيك الكلاماتر من بلاستيك من جنت الفاسترا؟ عيب والله. لما يكون واحد جاي لك كده خلاص بقى، اللحظات اللي جايه دي لحظات حاسمه. لو واحد جاي لك كده صغير خلاص بحاول بقى ايه ركز كده، وبعدين مع التركيز الشديد كده تلاقي بلاها احس ان في نقط منوره في راسي. انا عايز اشوف النقط دي، ما نشوفش النجوم. خد بالك الجلاد ده فاضل واحد بيقع على راسي. مش عايزين احنا النجوم. بص يا صاحبي يبقى مبدئيا كده، مبدئيا بس كلام سهل كده، العين هتديفييت ان ذا سيم دايركشن اوف اكشن اوف بارالايزد ماسل ولا ان اوبوزيت دايركشن اوف اكشن اوف بارالايزد ماسل؟ ركز. يعني ايه ان ذا سيم دايركشن اوف اكشن؟ دي كده العضله دي اهي صح؟ دايركشن اوف اكشن بتاعها العين بقى تروح ان ذا سيم دايركشن اوف اكشن ولا ان اوبوزيت دايركشن اوف اكشن؟ ولا اوبوزيت دايركشن. مبدئيا كده هيحصل ديفييشن او سكوينت، ما تقريش حاجه ديفييشن او سكوينت ان ذا اوبوزيت دايركشن اوف اكشن اوف بارالايزد. قاعده هنعرفها يا احمد وكل ما نمشي هنفهمها.
هتحصل مانيفيستيشن كتير. انا عايز اتكلم على كلينيكال بيكتشر دلوقتي. هتحصل كلينيكال بيكتشر حاجات كتير، كذا حاجه كده، ست سبع حاجات. الحاجات دي كلها بتحصل يا ادهم ان ذا سيم دايركشن اوف اكشن بارالايزد ماسل ما عدا الحور شخصيا. بيحصل من الحور شخصيا ان ذا اوبوز دايركشن. العيان ده اول حاجه يشوف واحد ولا اثنين. مين ليه؟ حسب اللي قدامه ولا يشوف اثنين؟ هيشوف اثنين رسمي واحده واحده. ليه اثنين؟ مش نفس المكان. بليز ركزوا معايا بقى، والرسومات دي عندهم حضرتك في المذكره بس. دي عين محوله لجوه اهي، ودي عين مظبوطه. اللي معاه كتاب الاسم، اللي معاه كتاب الاسم يكتب معايا، عشان ما فيش رسومات خالص كتاب الاسم مش هتعمل حاجه خالص منها، يبقى ياخد الرسومات من المذكره معاكم. دلوقتي الراجل ده لو عينه دي سليمه وعينه دي محوله لجوه اهي، محوله قوي جوه. الراجل بقى ده يشوف البسكليت واحد ولا يشوفها اثنين؟ اولا العين السليمه، العين السليمه البسكليت وقعت على الفوبيا، في مشكله كده؟ العين السليمه البسكليت وقعت على الفوبيا، العين دي داخله جوه، لا الفوبيا قدمناها في النص ولا بتتحرك كده في الاتجاه ده مثلا؟ حركت صح؟ يبقى البسكليت وقعت على الفوبيا ولا بعيد عن الفوبيا؟ بعيد عن الفوبيا. يبقى اصبح عنده اثنين ايمج، ترو ايمج، ترو ايمج، نايس ايمج من الفوبيا، لان الفوبيا حده اثارها وجوده خروجها حلوه. ترو ايمج او نايس ايمج من الفوبيا، وفولس ايمج من العين البارالايز اللي جايه او الصوره بتاعتها اوتسايد الفوبيا. بمعنى تاني، هل البسكليته دي وقعت على اثنين كورسبوندنج بوينت ولا نان كورسبوندنج؟ ده لازم اشرحه في الحصه اللي فاتت. اثنين كورسبوندنج ولا نان كورسبوندنج؟ نان كورسبوندنج. هيشوف الحاجه ايه؟ هيشوف الحاجه اثنين. هيشوف الحاجه اثنين بعين واحده ولا بالعينتين؟ دي رسمي يا دكتور عفاف باينيكولار ديبلوبيا. رسمي باينيكولار ديبلوبيا. باينيكولار ديبلوبيا. تعالى تعالى غطي له العين الحوله. يشوف كم بسكليتة؟ تعالى غطيله السليمة يشوف كم بسكليتة؟ واحدة برضه. عشان كده دي أولا أول كلمة مكتوبة دي binocular diplopia، تاني كلمة disappear on covering one eye، تالت كلمة سببها إنه الإيمج فول on non-corresponding point، وبالتالي دي true image من النايس آي from the phobia، وفي فولس ايمج باد ايمج من البارالايزد اي او السايد الفوبيا. تعالى نتخيل، محدش يسالني لما اخلص جملتي دي. تعالى نتخيل هيشوف ازاي؟ قلت له النور لحظه واحده بس. نشوف كده. شاف ايه يا ايمن؟ شاف ساعه جميله جدا وواضحه. شيست في مين؟ صورة يا وليد. عمل بس صورة. صورة يا وليد واضحة وجميلة للساعة دي. دي صورة كرو وجنبها صورة تانية ايه؟ وحشة. جنبها صورة تانية ايه؟ هي ساعة برضه بس مش قوي. افتح النور. السؤال اللي هيسأله أحمد هيقول لي، يا رب يكون هو نفس السؤال، هيقول لي اشمعنى؟ طب قول كده. هو الناس بقى بتحس بيها خالص. طب قول كده. أنا بتكلم في حتة الكفر الأي بي اللي كانت في لوبيا. يا راجل هو ده اللي لازم تسأله. ما تقتدر عيني موجودة في أي وقت. مصر طبعا عليها حاجه ثانيه. حاجه ثانيه ما انا ما حضرتش حصه اللي فاتت. عشان كده احنا قلنا حصه اللي فاتت. حد عنده مشكله في اللي انا قلته؟ حد عنده مشكله؟ ندخل على المشكله دي. يبقى الدبلوبيا دي عليها كم معلومه يا معاذ؟ يونيكلر ولا باينيكلر؟ بالراحه خالص. يوني ولا باي؟ باي. طيب بتختفي لما تغطي وانا عيني ولا لا؟ بتختفي. طيب سببها ايه؟ في صوره حلوه على العين السليمه وفي صوره وحشه. في كذا سبب. تفرق من الغط السليم. وقال لي من الغط السليم العين قصاده كام صورة؟ ايه ده؟ انا غطيت السليم اهو. صورة واحدة. ولما الغط التعبان برضه تختفي. ما انت لقيتي صورتها. يلا يا عم. في لفظين. لفظ اسمه، ركزي بس معايا بقى يا لفظ اسمه انكروست ديبلوبيا، ولفظ اسمه كروست ديبلوبيا.
خلي بالك عشان تمسي امثل انا عليا انا فين عيني تعبانه اليمين محمد ببص لمحمد انا تعبانه اليمين لقيت محمد جميله وقصادي وجنبه محمد تاني تخيلي كده هناك يبقى الصوره الوحشه خالص قصاد العين التعبانه ولا الناحيه الثانيه قصادة ولا الناحية التانية؟ قصادة تبقى انكروز. طب لو محمد ودي التعبانة لقيت صورة محمد الوحشة أو في صورة حلوة وحشة الناحية دي كده يبقى قصادة ولا الناحية التانية؟ الناحية التانية بس. يبقى يعني ايه انكروز ويعني ايه كروز؟ انكروز يعني الفولس ايميج الصورة المشوشة on the same side على نفس ناحية أو أمام البارادايز اي بالعربي عملها السيء قصادها بالعربي عملها السيء ايه قصادها في نفس الاتجاه امال يعني ايه كروس كروس دي يعني الفولس ايمج الصوره الوحشه اون ذا اوبوزيت سايد اوف بارالايزد على الناحيه الثانيه يسموا الانكروس يا دكتوره ما هومونيمس ويسموا الكروس هيترونيمس هل هناك مشكله حفظا حفظا يا خال حفظاً يا خالد حفظاً لسه ربناك ايه اللي هي حد يسألني يا جماعة شلت كمية أسئلة سبالة مبالة فاسألوني استحالة أسئلة أسئلة أكبر من سالة مبالة فاسألوني ما عادش كده مش عايز يسأل وهو فاتح عينيه الاثنين يا جماعه وهو فاتح عينيه الاثنين شايف صورتين لو الصوره الوحشه قصاد العين التعبانه تبقى انكروز لو الصوره الوحشه الناحيه الثانيه تبقى كروس بس نعملها على الشمال تيجي نعملها على الشمال ايه مش كده انا هقول لك ايه لا لا الله هو انا حلها صح يا جماعه طب ما واحده واحده بس انا شرحت الكلام ده مليون مره بناخده بالتدريج انتوا غلطانين احنا بناخده بالتدريج طيب نحفظ الاول يا معاذ كده وبعدين بنشوف هنفهمها ازاي الاكزو بتعمل كروس حفظ التكست بوك كاتبه كده كاتبه ان كروس يعني غلط او صليب واكزو فيها برضه نفس الايه المنظر خدت بالك ازاي يبقى الاكزو يعني ايه راح فين بره اي اكزو كروس يبقى اي ايزو ليه راح جوه ايه انهرز طب اقول لكم بطريقه ثانيه وهتشوفكم تفهموا ولا لا ما هو حضرتك بشرح البراليتكس بوينت وانا حضرتك مش عايز انا اقول لك مش لازم يقول لك مثلا صفحه 191 في المذكره ده كان كتاب لا المذكره والكتاب صفحة ولا دولة معاك ايه بص بيه معاك ايه بيه وذكر بيها هتسعيش صح اسألها لكم طريقة تانية يا رب لو في ميديال ريكتس باراليسيز تعمل كروس ولا انكروس ميديال ريكتس باراليسيز انكروس ميديال ريكتس باراليسيس كروس ولا انكروس هو ميديال ريكتس باراليسيس تودي العين فين بره تبقى كروس طب لاترال ريكتس باراليسيس توديها جوه تبقى ايه انكروس دي عقلك شويه دي حفظنا وطلب الطب واضح ان هو ما بيحبوش الحفظ هو تعالي شوف العين اللي دخلت لجوه دي دي على السليمه على الفوبيا قشطه لما العين دي دخلت جوه الفوبيا اتحركت فوق صح؟ دي اسمها نيزل ريتنا ولا انا متهيألي كده؟ نيزل الفوبيا ودي اسمها ايه؟ تمبرا صح؟ لما العين راحت جوه كده البسكليت وقعت على انهي ريتنا؟ النيزل نيزل ريتنا بتترجم الصور على انها جايه منين؟ من جايه من التمبرا فالترجمه انها جايه من هنا صح؟ تبقى الصوره الوحشه قدام العين التعبانه ولا الناحيه الثانيه؟
دمها ولا الناحية الثانية؟ دم. طب تعال نشوف الإيدز. ليه مش فاهم؟ طب تعال نشوف الإيدز ونشوف فاهم ولا مش فاهم. طيب دلوقتي قالي عين سليمة اهي ودي عين راحت برا اهي خلاص، ودي البسكليت هي البسكليت اهي دي سليمة، الصورة بتاعتها فين؟ ردوا عليا كلكم ما تبلموش، ما تتكلمش. لا يا احمد يا علاء مش النهارده، مش دي حس الكلام خالص، مش دي كمان حس الكلام، مش تتكلم اللي مش قادر يستحمل او تعب يمشي. البسكليته دي وقعت على الفوبيا قشطه والهبل، دي راحت بره، يبقى الفوبيا مثلا مترحله كده صح؟ ولا انا بيتهيألي ولا بهزي صح؟ النقطه دي من الشبكيه اسمها ايه؟ نيزل ريتنا، والنقطه دي اسمها ايه؟ صح ولا اعدلها لك تاني ارجعها لك كده في عينك؟ دي نيزل ريتنا، دي نيزل ودي تمبرا، كل ده كده ايه؟ تمبرا بره، كل ده ايه؟ نيزل. تقوم البسكليته دي هتقع على انه ريتنا صلتها التمبرا، تترجم انها جايه منين؟ من نيزل، يعني تتشاف الصوره كانها جايه منين؟ من هنا اهو كده اهو، وهنا كده بالنسبه للعين دي نفس ناحيتها ولا الناحيه الثانيه؟ الناحيه الثانيه. مش فاهم على فكره خالص. نرجع نتفق على اتفاق، نرجع نتفق على اتفاق قديم خالص، نرجع نتفق على اتفاق قديم خالص. هي النيزل ريتنا بتترجم مجال ابصارها او بتترجم مجال ابصارها على انه ايه؟ التمبرال، والتمبرال ريتنا بترجمه على انه ايه؟ على انه ايه؟ وابر ريتنا ولور ريتنا. تعالى نعمل العين دي، تعالى نعدلها، يعني هي معدوله اهي. طيب تعالى نعدلها، فين الفوبيا اهي؟ بالنسبه للعين دي اللي هي معدوله اهي، فين بالنسبه لها تمبرال ريتنا ونيزل ريتنا؟ ده تمبرال؟ صح، نعمله دي 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 دي, دي كده على انه تمبرال، وده كده ايه نيزل، نعمله ان 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 ماشي كده؟ حلو، توديها فين؟ هي لو هي في عدلتها كده كانت الصوره وقعت فين؟ على الفوبيا صح؟ بس هي مش عدله، هي هتتعوج دلوقتي. عايز اوديها كده جوه؟ تعال نوديها جوه كده. خلاص انا اوديها جوه. لو راحت جوه كده الفوبيا دي هتنام في مكانها بالله عليك ولا هتتحرك؟ تتحرك، هتبقى هنا كده الفوبيا صح؟ خدت معاها الدي دي دي اهو صح ولا متهيألي؟ يبقى الصوره تقع على انه ريتنا اللي باقيه لها هنا؟ نيزل. يبقى تتشاف صوره دي العين، خلي بالك دي العين الايه؟ السيئه صح كده؟ تتشاف صورتها فين؟ تمبرال. تتشاف قدام. هي يعني ايه كروز ده او ان كروز؟ علاقه بين صوره وحشه وعين بارالايز. كده ان كروز لان الصوره الوحشه الفولس ايمج في نفس اتجاه العين البارالايز. لو عكسنا الكلام ده وخليناها تروح بره اعملها لكم تاني تي تي اهي تي 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 يعني ايه تمبر اهي وبعدين ان ان نيزل نيزل لما تروح بره كده مفيش قدام الاشعه غير انها تقع على انه ريتنا تمبر فتترجم على انها جايه منين؟ من ايه؟ بقت العين اهي دكتوره ساره الصوره الوحشه فين؟ اهي كروست ولا ان كروست؟ كروست. يبقى الاكزو كروست والايزو ان كروست. صعب كروست ده؟ عندها مشكله؟ مفيش مشكله، بالي طويل، اسالني. الخطوه اللي بعد كده ادي كل ده سمتوم اسمها ديبلوبيا، تخيل كل ده ديبلوبيا دي يوني ولا باي؟ بتختفي لو غطينا 1 اوف ذا ان عشان هي باي نيكولا. في ترو ايمج وفولس ايمج. يا ان كروس دي ايه؟ ان كروس دي علاقه ما بين عين تعبانه وصوره وحشه. العين التعبانه صورتها الوحشه قصادها ان كروس. العين التعبانه صورتها الوحشه الناحيه الثانيه كروس. امتى تبقى كروس؟ في الاكس لو راحه ورا. بيحصل ديفيشن. يا ترى الديفيشن اللي هيحصل ان ذا سيم دايركشن اوف اكشن اوف بارالايزد ماسل ولا ان اوبوزيت دايركشن اوف اكشن اوف بارالايزد ماسل؟ ايه ده الامر؟ يعني ايه؟ يعني مثلا لو الوضع كده
ماليش لازم. دي عين مظبوطه ودي عين احولت بالشكل ده كده ودي المناخيره. طب كويس مين العضله اللي احولت او اللي تعبانه قصدي؟ قدر الركبه صح. فين اتجاه شغلها؟ اهو صح ولا متهيألي؟ فين الاتجاه المعاكس لشغلها؟ اهو العينه بتتاخد فين؟ ان ذا سيم دايركشن اوف اكشن ولا الاوبوز دايركشن اوف اكشن؟ الاوبوز دايركشن. يبقى ديفيشن ديفيشن اللي هو سكويت يعني احنا ديفيشن او سكويت الاوبوز دايركشن اوف اكشن اوف بارالايز. شوف الواحده بقى واحده السنين قولي للعيان ده اهو يبص ناحيتي انا الناحيه دي هو ده العين دي سليمه هتطبعه وتيجي كده. طب والعين دي اوريدي جايه كده الفيجوال اكسس ده هيوازي الفيجوال اكسس ده وهم باصين قدام عين سليمه وعين حوله. فيجوال اكسس ده قاطع فيجوال اكسس ده عاملين زاويه. والطبيعي يبقى في زاويه طبيعي واحنا باصين قدامنا الفيجوال اكسس ازاي بارلل لكن ده بص قدام ده ماشي كويس وده قاطع عاملين زاويه. لما بصوا ان اوبوزيت دايركشن اوف اكشن اوف بارلايز ده مصر الاوبوزيت دايركشن اوف اكشن في الاتجاه المعاكس الزاويه قلت لدرجه ان ممكن يكون مفيش ايه؟ مفيش زاويه. صح ولا انا متهيألي؟ مش العضله دي مشلوله والعين دي كده خلاص مش مولده؟ لما حبينا نبص الناحيه دي مين اللي اتطوعنا بس؟ ده اهي سليمه اهي فتروح هناك فلو راحت هناك ده هيودي ده يبقى النتيجه ان الزاويه قلت او نل نل يعني مش موجود اعكسها يا عالم خلي ده يبص الناحيه دي زاوية تشوف في الأطرة تكون سليمة العضلة البايظة العضلة الأطرة السليمة تبقى هنا مش هتوازي قوي صح؟ الزاوية هتقل ولا مش هتقل؟ طب خلاص خلاص ماشي هتقل هي وانا ماشي اوكي هتقل او خلاص انا مش مختلفين انا وانت خليها تبص هنا يا احمد يا ابو المفهوميه هتطوره المشلوله دي هتطوره يبقى دي هتعملها بصه كده. طب وديت هتجيب للاخر كده صح؟ يبقى الزاويه عملت ازاي؟ زادت ولا قلت؟ زادت ولا قلت؟ يعني معنى كده اوعى تحول اخر الحصه قوي يا سيدي اوعى دلوقتي صح طبعا انت كنت صح اولا في زاويه البرايمري بوزيشن الزاويه بتقل ديكريز وايفن نل الاوبوزيت دايركشن اوف اكشن وبتزيد ان ذا سيم دايركشن. نسيت يا كريم القانون اللي انا قلته لك وحفظته لك وقلت لك احفظه وبعدين نبقى نفهمه براحتنا بعد كده. قانون يا معاذ ان كل حاجه بتزيد فين؟ ان ذا سيم دايركشن اوف اكشن. كل حاجه بتحصل فين؟ ان ذا سيم دايركشن ما عدا حاجه واحده اللي بتحصل اوبوزيت دايركشن اللي هي مين الحوض. يبقى برضه بالعقل كده الزاويه هتزيد فين؟ من غير ما تفكر ولا تبص على السبوره هتزيد ان ذا سيم. زادت انت سيما ايه؟ وقلت انت قمت. ارجع هات الديفينيشن، ارجع صفحه لورا وهات الديفينيشن. بيقول لك ايه؟ ايه؟ باراليتيك سوينج از ثرو مانيفست ديفيشن. ارجع هات الديفينيشن. باراليتيك سوينج از ثرو مانيفست ديفيشن due to paralysis of one or more of extra ocular muscle. قشطه يا صهيب كمل بقى يا صهيب السطر الثاني in which deviation يعني الانحراف differ in different direction of gaze يعني ايه يا احمد؟ يعني كميه الحول بتختلف على حسب هو باصص فين. بص الناحيه دي الحول هيقل بص الناحيه دي الحول هيزيد. جمله صعبه دي نسميها ال كوميتان يعني حول غير متوافق. يا الله انقذني يا رب. دلوقتي الحول تاني من الاول يا قلب يا ابرنت يا ترو وترو يا ليتنت يا مانت والمانت يا باراليتيك يا كوميتان. كوميتان ده النوع الاخير اللي هظلمك عارف زاويه الحول فيها تبقى ايه؟ ثابته في جميع الاتجاهات. ازاي مش مهم؟
بس هتبقى ثابته في جميع الاتجاهات. صاحبنا بالله البناليتك ده ثابته في جميع الاتجاهات ولا متغيره؟ عشان كده كن كوميتان ولا ان كوميتان؟ ان كوميتان غير متلازم او غير متوافق. غير متلازم او غير متوافق. قشطه. الزاوية دي الزاوية اللي احنا بنتكلم عليها دي يا كابتن زوايا الدكتور اللي بيحسبها مش المريض اللي بيشوفها. يعني واحد جاي لك مش عامل حاجة بدون الزاوية دي هيشوفها ازاي المريض؟ بقول له ما بقولها مش هيشوف حاجة ومش تبع المريض دي خالص. يعني هي جات لي كده والله هي هتشوف ازدواج. انا بس اللي اقول بقى والله كده الزاويه بين العينتين دول عاملين حوالي 45 درجه عاملين حوالي مش عارف ايه كده. فاهم ازاي الزاويه دي الدكتور اللي بيحسبها؟ زاويه الحول دي لكميه الحول. استني بقى استني مش جنيه 100 بقى امبارح يارا قالت حاجه زي كده وكده 5 جنيه وسام كان بيخبط بقول لك ايه يا اسطى 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 دكتوره طرح عن سؤال والله العظيم سؤال ذكي جدا. انا مش فاهم. اسمع يا ولد يا ابني اتفضل ما تزعلنيش من النوم. يعني الكلام بالراحه فاضي صوته كويس بالراحه مش الكلام اصلا عايز تركيز مش عايز تتكلم. لو بتتكلم في علم اسالني انا اعرف معاذ مش هيفتيك في علم هو يقول لك على الانتخابات والكلام ده ولا ايه مش هيركز معاك وهو باصص قدام كده يا معاذ بيشوف الصوره واحده ولا اثنين. انا احبك والله. شوف الصوره واحده ولا اثنين اثنين ولما يبص كده ايه في ايه بقى؟ وده شايفه واحده ولا اثنين وده شايفه واحده ولا اثنين وده واحد ايوه واحده فيه. هو مش ليه على الفوبيا ودي بقى ترخرع على الفوبيا ايه انا باصص قدامي دي كده ودي كده وانا احول اهو وبناليسز وكلها قررت النظر الى ابو نعيم دي زي ما هي كده ودي هتروح كده. مش بتاع واحد ولا اثنين واحد ولا اثنين واحد. انا عايز ابص على محمد اياس ودي حوله كده صح رفعت عامل كده واحد ولا اثنين واحد خلاص خد بالك. عشان كده ارجع للباينيكولار ديبلوبيا ده انا اختي يا عم الحاج ارجع لسطر الباينيكولار ديبلوبيا زي ما مريم قالت بالظبط. زي ما مريم قالت بالظبط باينيكولار ديبلوبيا انكريز باينيكولار ديبلوبيا احساسه بيها انكريز ان ذا سيم دايركشن اوف اكشن اوف بارلايزد ماسل والباينيكولار ديبلوبيا بتقل وتختفي خالص ان ذا اوبوزيت دايركشن اوف اكشن اوف بارلايزد ماسل. وده يؤكد يا صهيب القانون اللي انا قلته ان كل حاجه هتبوظ وتزيد فين في السيم دايركشن اوف اكشن اوف بارلايزد. من الاول خالص من الاول رقم واحد باينيكولار ديبلوبيا. باينيكولار يعني ديس ابير اون كفرنج وان اي وتزيد ان ذا سيم دايركشن اوف اكشن اوف بارلايزد ماسل. سبب الازدواج ان في صورتين ترو ايمج فروم نورمال اي على الفوبيا فولس ايمج اوت سايد الفوبيا فروم بارالايز اي ديبلوبيا مي بي كروست او ان كروست. ان كروست يعني فولس ايمج قصاد الديزيز ذا اي او البارالايز ذا اي. كروست يعني فولس ايمج ان ذا اذر سايد اوف ديزيز ذا اي او بارالايز ذا اي. ان كروست في الايزو كروست في الايزو ادي واحد ده واحد سؤال نظر دي ده واحد اثنين ديفيشن فين يا احمد؟ ان ذا سيم دايركشن ولا اوبوزيت دايركشن؟ ديفيشن يعني سكوينت ان ذا سيم ولا اوبوزيت دايركشن اند ذا انجل ديفر الانجل متغيره بينج ماكسيمال ان ذا سيم دايركشن اوف اكشن اند مينيمال اور ايفن نل ان ذا اوبوزيت دايركشن اوف اكشن اوف بارلايزد ماسل.
التقيل جاي ورا. كل اللي فتحه ماذا اللي جاي حماده ثاني. السكندري انجل يا معاذ اكبر من برايمري انجل. او النبي يقول اه والله. يعني ايه الكلام ده؟ ها دي ايه؟ دي نورمال يا احمد. دي نورمال تاخد حرف الام. دي سكويت اللي تاخد حرف الاس. ايه ده؟ في زاويه صح؟ مين اللي فيكسيتنج يعني مركز؟ مين اللي عامل فيكسيشن يعني مركز؟ السكويتنج اللي مركزه؟ مين اللي مركز؟ شايف الفوبيا؟ النورمال ولا السكويتنج؟ النورمال. الزاويه دي اسمها برايمري انجل. ده يعني ايه برايمري انجل؟ دي الزاويه اللي متكونه ما بين العينتين والنورمال فيكسيت. راسي جزمه، ما حدش يقول احنا بنعمل الاختبار ده، بنعمل اختبار اختبار بنعمله. راسي جزمه وعايز السكوينتنج هي اللي تركز. عشان اخليها تركز اعمل ايه؟ غطي السليم. غطي السليم، جميل. ركز بقى. ادي السليمه غطيناها. ادي السليمه ايه؟ غطيناها. وادي الحوله لسه حوله ما غيرناهاش يا ابو عباس. وادي المنخار. لو العضله كومبليتلي بارالايز يحصل حاجه؟ ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. لو كومبليتلي بارالايز مشلوله شلل كامل. غطيت السليم. مخه يعرف يعمل مشلوله شلل كامل؟ لا. يبقى اللي انا هقوله دلوقتي لسه ما قلتش حاجه. ايه اللي هقوله معتمد ان العضله باريسيس وليس باراليسيس. باريسيس يعني ايه؟ ويك. مش كومبليتلي بارالايز. طيب يبقى احنا متفقين دلوقتي على اتفاق ان احنا غطينا السليمه ما عادتش بتشوف. ما عادتش بتشوف. المخ قدامه حل واحد بس، هو بنت التيت دي. مخ قدامه بنت التيت دي. مخ قدامه الحوض. وباريس عايز يعدلها المخ هيعمل ايه؟ هيبعت امبلسز اوامر ليها هي كتير. صح ولا متهيألي؟ تيجي نبعت لها ستة ولا خمسة؟ تحب إيه؟ نبعت لها ستة. اشطب الهدف. تم إرسال ستة أوامر ليه؟ الست أوامر عدلوها. الله 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 الله. بس في راجل طيب ابن حلال اسمه هيرنج. ولا كأنه اسم الجهد. طب انا هفكركم بيه. وانا هفكركم بيه. وبعد ما فكركم بيه مش هنفهمه برضه. انا هفكركم. هيرنج قال، هيرنج قال انه لو نزلت العضله امبلسز ينزل الناحيه الثانيه للسينرجيستك المساعده بتاعتها او اليوك نفس الامبلس. دي نزلتي ايه هنا؟ ست. هتروح تنزل الميديا الريكتس كام؟ تنزل لها كام؟ خمسه ولا اربعه ولا ثلاثه ولا سته؟ سته برضه. طب احسبيها بعقلك انت المتواضع. سته العضله ضعيفه تعدلها، سته العضله سليمه دي سليمه تحولها، تحولها زي الاول ولا اكتر من الاول؟ اكتر طبعا. هي فين العين التعبانه؟ العين دي فيها حاجه؟ العضلات دي فيها حاجه؟ المخ هنا اضطر يبعت سته العضله ايه؟ ضعيف. عمل فيها في الاخر؟ عدلها صح؟ طب لما يبعت السته لول السليمه تحت الغطا تحول. تحول اخضر. وتبقى الزاويه اللي متكونه دلوقتي قد الاول ولا اكتر من الاول؟ اكتر من الاول. عشان كده السكندري انجل اكبر من البرايمري. استنى استنى يعني ايه سكندري انجل؟ اسمعني بالله اسمعني. الطلعه الاولانيه فهم الناس خلاص، ما يقولوش نفسهم اذكياء، هو ربنا كرمهم كده. الطلعه الثانيه ان شاء الله هيفهم الناس الثانيه. الطلعه الثالثه هيفهم بعض الناس اللي فاضل. الطلعه الرابعه ان شاء الله. السؤال رقم واحد، عبده يعني ايه سكندري انجل؟ البدايه هي يا استاذ، والبدايه عندك كل ده في المذكره عندك وبنفس العدله. انا بغش رسومات عشان ما اعملش عدله ثانيه، عشان لو عدلتها عدله ثانيه هتضغط. دي العينه يعني ايه سكندري انجل؟ شوف الوهم بقى. سكندري انجل هي الانجل في سكوينتنج متكونه لما احاول اخلي السكوينتنج
هي اللي تفكس اس مع اس كده. برايمري انجل هي الانجل هو النورمال فيكسيت. سكندري انجل هي الانجل لما الباريتك باريتك هي اللي تبقى فيكسيت. انت فوق باريتك يا عم الحاج السكوينت. سكندري بالاس يا ندى تبقى هي الانجل لما السكوينتنج بالاس هي اللي تفكسيت. هتجبر ازاي السكوينتنج انها تفكسيت بتخطيط مين؟ السليم. في مشكله كده اقرا بقى او اسمع بقى. اكسسيف امبلسز ريتش الباريتك ماسل تو كوركت اتس بوزيشن اند ان ذا سيم تايم ايكوال اند ذا سيم اماونت اوف امبلسز ريتش الكونترالاترال ماسل ان ذا نورمال ار كوز مور ديفيشن اندر ذا كفر. وبالتالي السكوينتنج اس اتعملت وهي اللي فيكسيتنج. بس لو حسبت الزاويه دلوقتي هتطلع الزاويه زي الاول ولا اكتر من الاول؟ اكتر من الاول. اللي فسر الكلام ده قانون اسمه يا جماعه ميري. اسف لو حد ما فهمش يقول من غير زعل مفيش فيها حبيبي. ده مش كده. لا يا صاحبي ده مش حاجه ممكن نعمله كده. بس عشان كده خالص هو داخل عليك العيال ازاي؟ انني احول فرق ما بين هو داخل عليك ازاي واختبارات انت عملتها له. فرق بين داخل عليك ازاي واختبارات انت عملتها له. كتاب الاسم الله يخرب بيته عمل له اختبارات. احنا ودكاتره دراما ولاد التيب عملنا له اختبارات. فرق بين دي ودي ماشي. التقيل دكتور هو الهيرنج مش هياخد ليتنت. ليتنت طالما ظبط لما غطى السليم الليتنت دي تحت سيطره المخ مش هيطبق فيه هيرنج خالص. انت عايز ايه؟ هي مظبوطه اهي. غطى السليم غطى السليم غطى السليم ظبط ظبط بقى كان فيها سكوينت. ليه السليمه مش هيحصل فيها سكوينت تحت الكفر؟ هو داخل مظبوط كده صح؟ هو داخل مظبوط كده صح؟ داخل مظبوط كده. عايز تعمل ايه بقى؟ مش عشان في الليتنت يا دكتور انت اصلا بتشيل الكنترول بتاع البرين من على المصر صح؟ صح؟ انت عايز تبقى في ايه كده؟ صح؟ فبعدين؟ يا دكتور مش هيبعت اصلا ده انت كده خلاص ده انت كده ايه؟ ده انت كده بترجع الامور لطبيعتها تاني. ريحته سيب كل حاجه على محلها. دكتور لا مش ليك في امبلس نازله على العين اللي هي وايزه دي. سليمه بقى مش فيها امبلس ليك. لا دي حاجة تانية خالص. ده كنترول تاني خالص. ما تدخلوش الكلام في بعض. ده كنترول تاني خالص. ما تدخلوش الكلام في بعض. دي حاجة تانية وكنترول تاني خالص. ممكن انت اصلا هو المخ صابط انت بتشيل الكنترول بتاع طب اسمع بقى دي. طب اسمع دي. نط كده نط كده يا احمد يا عبد المنعم. نط يا احمد يا عبد المنعم. هات حاجة اسمها فورس بروجيكشن. بص بقى كده اسمع دي برضه هي نفس الكلام بالظبط. احنا وصلنا خلاص ان هي ايه كده وكده ضايع. بيقول لك لما تغطي العين السليمه هي نفس القصه. لما تغطي العين الايه السليمه العين الضعيفه ايه اتعدلت صح تيجي لك كده. لما تغطي السليمه ايه والعين الحلوه اتعدلت ارفع القلم وتقول له شاور على الحاجه دي شاور بعيد عنها. تاني لما تغطي السليمه هو نفس الاختبار ده وتقول له شاور على القلم هيشاور بعيد عنها. المخ نزل اوامر كتير جدا للعين فلما يجي يشاور على الحاله نفس الاوامر الكتير برضو هتروح للايد فيعرف يشاور على الحاجه ولا بعيد عنها؟ بعيد عنها. هيطلع حول يقول لي ايه ده هو مش شايفه؟ والله العظيم شايفه والمصحف شايفه. انا شايفه بس مش قادر اشاور عليه. اشاور عليه دي حاجه ثانيه. وده مش غريب عليكم يا اولاد. في الفسيولوجي كان عندكم حاجه اسمها اتاكسيا. اتاكسيا ده كان تيجي تقول له حط صباعينك قصاد بعض كده ما يعرفش هو شايف صوابعه ولا مش شايفها؟ شايفها بس مش قادر يظبطهم قصاد بعض. اللي حصل ان الاوامر اللي نزلت للعين كتير اترجمت في حركه الايد برضه اوامر كتير فدايما يقلش هيشاور بعيد. ان ذا سيم دايركشن اوف اكشن في بارالايز ذا مصر. صعبه؟ قول. طب هو ممكن مش هم ناس سليم بس في العضله البايظه ما هو عدد السرعه فوق. لا 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 احمد بيقول نفس الكلام اللي انا بيقول نفس الكلام اللي انا بقوله. هو شاف وشايف حلو بس الاشاره حاجه ثانيه
الاشاره بتترجم على حسب كميه الاوامر اللي نزلت للمخ. الاوامر اللي نزلت كتير ولا قليله؟ يبقى الاشاره هتيجي على المكان بالظبط ولا بعد منه؟ بعد منه. بروجكشن يعني تحديد مكان الشيء. بروجكشن يعني تحديد مكان الشيء في الفراغ مش رؤيته. هو شايف يا كريم بس تحديد مكان مصباعك ده مشكله ثانيه. الاوامر هتروح للدراع والصوابع كتير اعتمادا على ان الاوامر اللي نزلت للعين كتير فتقلش منه ابعد. بتشاور ترجمه من المخ للعين للايد. تمام؟ تاني من الاول عنده ديبلوبيا وديفيشن وبروجكشن. خلاص خلص الكلام الصعب. عنده ليميتيشن للموفمنت فين؟ ردوا عليا دي مش محتاجه ذكاء بقى. ليميتيشن يعني عينه مش قادره تتحرك. ان ذا سيم دايركشن اوف اكشن ولا اوبوزيت دايركشن اوف اكشن؟ ان سيم ولا اوبوزيت؟ ان سيم. طب انت عشان تعرف الليميتيشن وتعرف العضله اللي شغاله بيختبر العيان في كام وضع؟ أربعة في ستة ولا خمسة؟ اختبره في ستة أوضاع. يلا نلعب شوية. اقفل النور يا في وضع واحنا باصين يمين على طول. خدني بقى معايا خليك معايا ده انتوا بتقولوه انتوا ده. وضع وانت باصص على اليمين على طول اسمه ديكسترو فيرجن. وانت باصص يمين على طول العضله اليمين اللي شغاله هنا اسمها ايه؟ العضله الريكتس. والشمال ده يمين على طول. طب الشمال على طول هنا مين؟ وهنا اسمها ليفو فيرجن. ليفو يعني شمال. في لسه يا وليد ديكسترو اليفيشن. ديكسترو اليفيشن يعني يمين وفوق. مين شغال هنا؟ مين شغال هنا؟ في ديكسترو ديبريشن يعني يمين وتحت. مين شغال هنا؟ فيرلس. وهنا؟ فيرلس هي بتاعت المظهر والمناخير. في ليفو اليفيشن. ليفو اليفيشن يعني شمال وفوق. هنا؟ فيرلس. وهنا؟ ليفو ديبريشن. هنا؟ وهنا؟ صعبه دي؟ مكتوبه بقى عندك. مكتوب عندك واعتقد ان انت اتلخبطت. فاللي هيتلخبط يرسم الكومنت. ما يخشش ولا حاجه يرسم. شوف لك مكانه في السنتر. موجوده في ايه؟ مش موجوده في موجوده الحته الصوره بقى. انت طيب هم رقم الخطوه اللي فاتت ده ما تسموش اللي خلاص حاسس ان هو قشطه خلاص. اللي حاسس ان هو قشطه خلاص يا عم ها. انا بتكلم عن الناس اللي ما بتفهمش زيي خلاص. انا بتكلم عن اللي ما بيفهموش زيي. انا ما بفهمش ولازم اكتب الحاجه عشان افتكرها. كويس كده يا ستي؟ لا لازم اكتب الحاجه عشان افتكرها. يا عم يلا يا عم النهارده الخميس ولا يوم ايه النهارده؟ خليها نروح يا عم الحاج. هقول لك يوم مفترض. لاتر ريكتس ميديا ريكتس. مش جمله كذا لا. لاتر ريكتس ميديا ريكتس. سوبيريور ريكتس انفيريور اوبليك. عشان كده حد يساعدنا عشان لو اتلخبطت. انفيريور ريكتس سوبيريور اوبليك. انفيريور اوبليك سوبيريور ريكتس. لا انت انفيريور ريكتس سوبيريور اوبليك. ماشي؟ خلاص؟ يعني اللي عايز دول الست اوضاع بس اللي عايز يسجلهم يعني. هو نفس الكلام اللي قلناه مفيش جديد يعني. يلا موت يا رفاق دي اللي بيفهم يركز. المجموعه دي بتفهم كويس عن مجموعه الدنيا. وبعدين اللي بيدخلها في مشكله ارتكاز بس والله مش عارف يعني. بنحاول نقعد نرتكز في حاجه. خلاص انت فهمت الفكره خلاص بقى مش هنقعد نفك دي. السكويت ده بيتقلب فيه كتب مش ثلاث اربع صفحات لا كتب تخصص لوحده خالص. ثواني يعني. يقول لك ده دكتور حضرتك. والمصحف مهزر بتكلم جد. نعم. ادم. ادم رجع يسال سؤال لذيذ جدا. هي السوبر اوبليك بتعمل اب ريدكشن ولا اب دكشن؟ السوبر اوبليك بتساعد في حركه الاب دكشن. ماشي. طب ليه هي باصه ناحيه المناخير؟ مش هي اللي راحت ناحيه المناخير. لما الميديا الريكتس تجيب العين جوه هي تنزل.
ده نفس اللي احنا لسه قايلينه من نقول تاني يلا من الاول يلا يا ولد ولد ديبلوبيا بص يلا ديبلوبيا ديفيشن ليميتيشن لو احنا قاعدين في قناه ثانيه كنت بنجيبوا كده اتنين دي ثلاثه ايشن واتنين ايش ديبلوبيا ديفيشن ديفيشن ليميتيشن بروجكشن وبعدين اتنين ايش بصي هو مش عارف يبص ناحيه احمد بعينيه ليه يبص بعينيه لما ممكن يلف راسه ومش قادر يبص بعينيه يعمل هيد ترن عشان يجيب الناحيه دي صح حاجه بسيطه كده هسه بسيطه جدا هيد ترن ان ذا سيم دايركشن اوف اكشن ولا ان اوبوز دايركشن اوف اكشن ان ذا سيم دايركشن ويمكن مع الوقت رقبته تقفش ويخش في اوكيولار تورتيكول الكلام ده اللي انا قلته ده عامل راحه للمخ ولا كبد كبير على المخ فالمخ يخش في الهيدك ونوزيا وفومتنج وفيرتايتو وديزنس وبريجنانسي يتلخبط خالص ده هي دي كده ازاي تشخص البريجنانسي اقرا الاندراسات ده تشخيص البريجنانسي نوزيا وفومتنج وديزنس وهيدك وبريجنانسي هيبقى حامل في عضله مشلول تمام معنى كده معنى كده ان العيان عنده مانيفستيشن هتروح تقعد تقراها علما بان كل المانيفستيشن بتحصل او بتزيد ان ذا سيم دايركشن اوف اكشن ما عدا حاجه واحده ان اوبوزيت الا وهي الايه الاسكو تحب تعمل له انفستيجيشن ايه غريب يا اخي ان انت لازم تعمل له تفكير وتعمل تاخد الانفستيجيشن وخلاص تاخد الانفستيجيشن وخلاص مش هقعد تاخد الانفستيجيشن وخلاص مش هقعد تاخد اول حاجه نعمل له سي تي وام ار اي غريبه ليه عشان الكوب ده ممكن يكون ورم في المخ صح يبقى لازم سي تي وام ار اي عشان الكوب نعمل له حاجه اسمها ديبلوبيا اشارة ديبلوبيا ايه اتشارت ركزوا معايا شويه انا اروح جاي ملبس العيان ده نظاره عامله كده لذيذه قوي يا رب تعمل فيش ايه النظاره ايه على اليمين ايه احمر وعلى الشمال اخضر لجانب برضو بيحشي شويه العين رد على الرايت والله ده ارتفاع عالمي ارتفاع عالمي انت فاكرني يا بنظر دايما ما كان ممكن يحط الجرين على الرايت لا هو رد على الرايت الارم على الارم عشان ما نهزاش يبقى نظارة احمر على اليمين اخضر على الشمال ايه بالعربي الزجاج الاحمر يرى النور الاحمر ولا يرى النور الاخضر والزجاج الاخضر يرى النور الاخضر ولا يرى النور الاحمر بالعربي الزجاج الاحمر يرى النور الاحمر والزجاج الاخضر يرى النور فلو ولع ديله لمبه بيضه ايه اليمين هتشوف احمر والشمال هتشوف والمخ يشوفهم شوفهم حاجه ولا حاجتين هترد عليا حاجه ولا حاجتين حاجه واحده حاجه قريبه ممكن يشوفها ابيض برضه او يشوفها بينهم هذا لان في المرمط لازم تبقوا عارفين الكلام ده كويس شاطرين في الحساب واحد زائد واحد يساوي واحد النورمال واحد زائد واحد يساوي واحد جميل هلبسه النظاره وراح جاي اعمل له انا اقساطه كده مربع كبير انا مجهزه متقسم طابعين طابعين دي كده متقسم اربع مربعات
مربع في النص يبقى باصص في النص، مربع فوق يبقى هيبص فوق، مربع تحت يبقى يبص تحت، مربع بره يبقى يبص بره، مربع جوه يبص جوه، مربع كده. كم وضع دول؟ لا مش ستة، تسعة. كل عين لها كم وضع؟ تسعة. الوضع هي بص قدام على طول، فوق على طول، تحت على طول، بره جوه، بره وفوق، بره وتحت، جوه وفوق، جوه وتحت، تمام؟ دول تسعة أوضاع. بس الستة كاردينال، الستة كاردينال اللي كل وضع بيشغل عضلة كام؟ هما كم وضع الكاردينال دول؟ ستة. خلاص؟ أروح عامل كده يا وليد، إيه؟ يلا وليد لبس النضارة، هنولع له النور الأبيض. إيه يا وليد؟ شايف واحد ولا اثنين؟ اثنين، مسجل له اثنين. اللي قصادك ده النتيجة. أروح شايل النور الأبيض وحاطه هنا، واحد ولا اثنين؟ اثنين، سجل له نتيجة. أروح أرضه له واحد ولا اثنين؟ اثنين، وأكمل. أطلع لي النتيجة إنه شاف اثنين 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 اثنين، واحد واحد واحد. يبقى الدبلوبيا تشرب، تقدر تحدد لي في دبلوبيا ولا لا؟ تقدر تحدد لي اتجاهها بتزيد في انه حته، بتقل في انه حته. لما تلاحظ كده على الشرط ده عنده اتجاه ما عادش فيه دبلوبيا خالص، عنده اتجاه ما فيش فيه دبلوبيا خالص، عنده اتجاه ما فيش. صح؟ مش الدبلوبيا دي زي ما الدكتوره مريم استنتجت، الدبلوبيا دي بتزيد ان ذا سيم دايركشن اوف اكشن وبتقل ان اوبوزيت دايركشن. اهو ده كده اوبوزيت دايركشن، بدليل ان ما عادش عنده ايه؟ دبلوبيا. بسالك سؤال وراك الجواب، دكتور عائشه ولد نظارة أحمر على اليمين وأخضر على الشمال، شاف النور الأبيض نورين أخضر وأحمر قصاد اليمين، تبقى كروسد ولا أن كروسد؟ هو شاف نورين، الأحمر قصاد أحمر وجنب أخضر كده، كروسد ولا أن كروسد؟ أن. طب لو شاف الأحمر كده كروسد، تبقى كروسد. فهمت حاجة؟ مع الوقت يا عم استفل. في مشكلة مكتوب كده الدبلوبيا تشارت بيشنت وير ريد جرين جلاز، تمام؟ وبعدين الدبلوبيا تشارت يتحدد بريزنس اوف دبلوبيا، تايب اوف دبلوبيا كروز ولا انكروز، ديجري اوف دبلوبيا، دايركشن اوف دبلوبيا. اكتب على نعم دايركشن ازاي؟ كويس كويس. دايركشن بتزيد فين وبتقل فين؟ اكتب على المذكرة وفي الكتاب اكتب ان اللي قصادك دي النتيجة. حسب العين ما انت تقول لي دي العين اللي هي دي رايت تقريبا لطرة ريكوس برادس، ما هو على حسب العين تقول لي دي انا عين تقريبا دي رايت لطرة استنى حددها رايت خلاص دي رايت دي تمشيها رايت سيبها كده دي الرايت بص ما دي الرايت اهي صح بتزيد كده وبتقل كده دي السيم اللي فوق انت مات بقى عايزين انا اكمل بقى ايه دي النتيجه؟ دي اليمينه صح؟ دي اليمينه هي بتزيد كده بتبلوك صح وبتقل كده يعني تزيد في السيم وتقل في الاوكسجين اكتب فوقيها دي النتيجه مش الاختبار يا صهاي الرسومات اللي عندك دي النتيجه مش الاختبار يا بابا في حاجه اسمها هيس سكرين هيس سكرين زي اللي فات بس اضفت شويه مش عايز اعرف اكتر من كده اللي عايز يبقى يفهمها يبقى يفهمها دكتور عمر عبيد والاساتذه كلهم بيشرحوا على الحته دي يقول لك انا مش عايز اكتر كده خلاص ايس سكرين خلاص ماشي انا بس عايز اسال سؤال ليه خلصنا احنا بدري 10 دقايق وامبارح كنا مخلصين متاخر 10 دقايق طب ارجع لكم بسرعه بس لا 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 بس الكوميونتي لا عضو هو لازم وقته خلاص يعني يوم السبت الساعه 12:30